نتحول بكم الآن إلى مجلس الأمن مشاهدينا، حيث كلمت مندوب فلسطين في الأمم المتحدة قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الأراضي المحتلة. نستمع. بالحرب ضد شعبنا أو السلام مع الآخرين منذ 1948 إلى ما قبل أيام قليلة في تصريح نتنياهو أمام الجمعية العامة، نتنياهو في خطابه في هذا هنا في الأمم المتحدة رفع خريطة تحرم الفلسطينيين من وجودهم، خريطة للعدوان والضم. لكل صناع السلام، لكل أولئك الذين يؤمنون في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا يمكن أن يزوغ بصرنا عن الصورة الكبرى. علينا أن نقف من أجل الرؤية الموجودة في قرارة مجلس الأمن والجمعية العامة، ونتخذ الإجراءات الضرورية حتى يتم تطبيقها، فعلينا أن نحترم القانون الدولي ولا نتخلى عنه. الجميع في الغرفة ورائي والذين سيلتقون بعد دقائق قليلة يتفقون على نهاية اللعبة. إسرائيل تتوقع وتطالب بدعم سياسي وعسكري، بينما تحقق أهدافا متناقضة مع الشرعية الدولية والإجماع الدولي. سياساتها هي هجوم على إنسانيتنا وعلى القانون الدولي وعلى السلام، وهي تهديد على شعبها. هل يمكن لأولئك الذين يدعمون إسرائيل أن ينكروا احتلالها وعنصريتها؟ هذا سيكون فشلا وإخفاقا جماعيا. هناك طريق آخر، وأؤكد هناك طريق مختلف موجود وممكن، ولكن لا يمكن تجاهل حياة وحقوق الفلسطينيين. ينبغي ضمان إجراءات معادلة من الأمن والسلام. لا يمكن أن تقفوا من أجل السلام إذا لم تقفوا ضد الاحتلال. افعلوا ذلك لأن هذا الشيء الصواب أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، ولأن هذا سيحمي حياة الناس. السلام سيحمي حياة الناس. معالي السفير سؤال واحد بالعربي. معالي السفير سؤال واحد بالعربي.